بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تستمر الانطلاقات ونستمر مع حضراتكم في هذا الانطلاق ثالث الأشواط، يندفع وتنطلق دفعة جديدة من البكار، وهذه الشعارات المشاركة في هذا الشوط. انطلق مع هذه المقدمة والصدارة ومقدمة هذا الشوط، هذه لينار على المركز الأول. لينار لهجن الشحانية، يضمر لينار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثاني مزيونة تنطلق بالمركز الثاني بشعار هجن الشحانية، يضمر مزيونة محمد بن خالد العطية. مشهورة تحتل المركز الثالث بشعار هجن الشحانية عند محمد بن خالد العطية. ثالثا المركز الرابع رقمها 6 وهي السيل لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، كما يضمر وعود اللي بالمركز الخامس بشعار هجن الشحانية. هذه الأسماء أيها الإخوة المتابعون، وهذا النداء الأول، وهذه الانطلاقة، والخمسة كيلو مترات اليوم مع سن الجذاع، وانطلاق أسماء جديدة، انطلاق أسماء وأسماء عرفناها في العام الماضي، شاركت هذه الأسماء في العام الماضي، وها هي الآن تبدأ هذا الموسم مع سن الجذاع، مع سن جديد وانطلاقة جديدة. ونتمنى التوفيق للجميع، لجميع المشاركين في هذا العالم الساحر. أعود إلى المركز الأول، إلى مشهورة اللي تحتل المركز الأول، مشهورة بشعار هجن الشحانية. ينطلق المضمر محمد بن خالد العطية المشاغب متابعا ومضمرا لمشهورة. المركز الثاني، المركز الثاني، هذه لينار على المركز الثاني. هذه لينار، ولينار اسم مميز، عبارة أو مأخوذة من اسم وردة تتفتح في الشتاء كما يقول سعد بن مثله. المركز هي لينار لهجن الشحانية، يضمرها سلطان الوهيبي. هذه لينار اللي تحتل المركز الثاني. من الجانب الآخر أيضا شعار هجن الشحانية ينطلق، شعار هجن الشحانية مع ثالث المراكز ووعود بشعار هجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. المركز الرابع اسم جديد يتدخل في هذه اللحظة، وهي أضواء تنطلق في خامس، في رابع المراكز، شعار هجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس تبقى وتنطلق ندى لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الأسماء، وهذه الانطلاقة. إذن الأربع المراكز من المركز الخامس حتى المركز الثاني عند سلطان الوهيبي، ولكن المقدمة هناك، لوحدها منطلقة، يضمرها محمد بن خالد العطية، وهي مشهورة على المركز الأول في الكادر العلوي عبر قناة الريان. هنا نتابع مشهورة اللي تحتل المركز الأول، وشكلها مميز وأداها خطير، ومطالب في نقطة في هذا اليوم يا محمد. هذه مشهورة على المركز الأول، منطلقة ومندفعة في نداء الثاني. إخواني المتابعين، كل من يتابع انطلاقات الشحانية وإبداع هذه الشعارات المميزة في هذا الحضور المميز لشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، هذه مشهورة المنطلقة والمندفعة لوحدها في صدارة الشوط. المشاغب محمد بن خالد العطية يديرها ويتابعها من بعد هنا في المركز الأول. المركز الثاني يتابع وعود المنطلقة والمندفعة، أعلناها بالمركز الرابع، وها هي تنطلق بالمركز الثاني وعود لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالثا هذه هيبة على المركز الثالث، أول نداء لها، هيبة تحتل المركز الثالث، شعار هجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. وأيضا يا سلام، بدأنا بظهور أسماء جديدة، بدأنا بمحمد، شوف الأسماء بدأت بالظهور والاقتراب. هذه
هذه العدلة على المركز الثالث. يا سلام، محمد بن خالد العطية يتابع العدلة في شعار هجر الشحانية. يا سلام، هذه شوف التخطيط بدأ من المشاغب، بدأ بالمشاغبة محمد بن خالد العطية، أطلق مشهورة في المركز الأول وأطلق العدلة بالمركز الرابع وتسللت إلى المركز الثالث. شوف المركز الخامس، هذه رقمها 5 وهي لينار. لينار ولا زالت الترشيحات تنصب على لينار اللي تحتل المركز الخامس بشعار هجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. يا سلام، عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. ونحن وين موقعنا أبو محمد الآن؟ عند لوحة، أو تجاوزناها بالفعل، تجاوزنا لوحة ال 1500 عن خط النهاية والمشهورة. يا سلام، قلت لكم العطية اليوم، العطية اليوم المشاغب خطير، المشاغب، المشاغب مع مقدمة الشوط متابعا لمشهورة بشعار هجن الشحانية. هذه مشهورة تنطلق في الصدارة، تنطلق في مقدمة الشوط، تنطلق في المركز الأول. مشهورة شعار هجن الشحانية عند محمد بن خالد العطية. ثانيا بنعلن المراكز الخمسة. المركز الثاني وعود، وعود لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، هذه راهية تسللت إلى المركز الثاني، شعار هجن الشحانية عند سالم بن فاران. ورابع المراكز تنطلق في هذه اللحظة، تنطلق ندى لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. والمركز الخامس العدلة لهجن الشحانية عند محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مشهورة. بنقول الشوط شوط مشهورة سعد؟ نعم، شوط مشهورة، هذه مشهورة تنطلق في صدارة الشوط بكل أريحية، بكل ثقة يتابعها ويضمرها محمد بن خالد العطية. خلوها على كيفها. يقول محمد بن خالد العطية، انتظروا هذا الاسم في الختاميات، انتظروا مشهورة، وهذه مشهورة، أداءها تلقائي على كيفها وخط النهاية يقف احتراما لمشهورة. يا سلام، فارق كبير بينها وبين المركز الثاني. يا سلام، هذه مشهورة. أولا أهني هجن الشحانية، مالكي مشهورة، وأهني المشاغب محمد بن خالد العطية، مضمر مشهورة، والمشاغب اللي قدم مشهورة في هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية على فوز مشهورة بالمركز الأول، تصل بدون أي أوامر إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، راهية احتلت المركز الثاني والمركز الثالث، خوفة على المركز الثالث، المركز الرابع. إذن المركز الثالث السيل، والمركز الرابع خوفة، والمركز الخامس، المركز الخامس احتلت وعود. هذه شعارات هجن الشحانية الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنئة لهجن الشحانية على فوز مشهورة. وبنقول لك 10 على 10 يا أبو خالد في هذا الشوط، 10 على 10. تهانينا للمضمر محمد بن خالد العطية اللي تابع ورافق مشهورة إلى خط النهاية. تهانينا والناموس بدون أي أوامر احتلت المركز الأول. توقيت الزمني 7:47، 50 جزءا من الثانية، شوطين ذهبا، وهذا الشوط أفضل توقيت عند مشهورة. تهانينا لهجن الشحانية ولمشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. وبالمناسبة التوقيت بدون أي أوامر 7:48، 82 جزء من الثانية. هذه راهية احتلت المركز الثاني لهجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. والمركز الثالث، هذه السيل تحتل المركز الثالث. توقيت الزمني 7:48 و86 جزء من الثانية، اللي احتلت السيل لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.